كنمشي شويه على الشجاعه. خص القضاء المغربي اليوم بعد هذا المسار اللي قطعته الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا في عده ملفات شائكه تتعلق بالاستغلال الجنسي والتجار بالبشر، ان يزيد شي شويه في المنسوب الشجاعه والتعامل الانساني، اقول واتحمل المسؤوليه فيما اقول، في المقاربه القضائيه والفصل في القضايا التي تكون معروضه على انظاره. نتوفر على ملفات وعلى قضايا لم ينصف اولياء القاصرين فيها، وكانت احكام غريبه وشاده اقول واستثنائيه في العمل القضائي التي كتستوجب بالضروره ان يكون فيها عمل ديال البحث والتحري. وكنظن في الاجتماع ديالنا المقبل ديال المكتب غادي نطرح هذه القضيه، وانا متيقن على ان السيده الرئيسه واخواتي بما اعرف فيه من ايمان بالدفاع عن قضايا وحقوق النساء والرجال كذلك اللي كيكونوا يعني بشكل عام ضحايا الاعتداء الجنسيه كيف ما كان الصنف ديالهم، انهم ما غاديش يتراجعوا على هذه القضيه. النقطه الثانيه اللي بغيت ما غاديش نطول انا بزاف، غادي نحاول نكون مركز ونمرر بعض الرسائل للقضاء وللحكومه وللبرلمان وللسلطات الفرنسيه والبرلمان الاوروبي. اولا هذه القضيه اللي احنا اليوم قررنا في المكتب باش نعقدوا من اجلها ندوه صحفيه، هي كتتعلق بالقضيه ديال واحد السيد فرنسي جاك بوتي، وطرحت قبل ما يكون اي نقاش عمومي او في اطار المشاكل ديال العلاقات الدوليه اللي كانت ما بين المغرب وفرنسا. كنطرح بالحده الان قضيه اللي كتدخل ضمن الاختصاصات والعمل ديالنا العادي كجمعيه، فاذا به ان هذا السيد بقدره قادر يعني خرج من المغرب بالرغم من ان احدى الضحايا تقدمت بشكايه من شحال هذه في الاول هنا في طنجه، وكانت شكايه به فوق التراب الفرنسي، تم الاعتقال ديالو على خلفيه قضيه اخرى كما قالت الاستاذه الشاوي وكما تقال في عده ندوات في طنجه وغيرها ومن التصريحات عقب اجراءات ديال التحقيق، تفتح يعني الباب امام واحد التحقيق اللي كان اولا بالاراده ديال الضحايا اللي كنحييهم كاملين وبالاصدقاء ديالهم اللي حاضرين هنا، وكانت عندهم الشجاعه بالادلاء بشهاده ديال واحد المصائب كحله كان كيديرها السي جاك بوتي، معتقدا على ان المغرب وجوابا معاه فعلا انا جي لهم هذوك يعني كان كيعتقد على ان المغرب واحد المحميه من المحميات ديال الاستعمار الفرنسي يعني، وبالتالي ما كاينش مؤسسات وما كاينش قضاء. حنا دائما نؤمن بانه كاين دوله الحق ودوله القانون، واخا عندنا عتاب للقضاء وعندنا عتاب للمؤسسات التشريعيه وعندنا عتاب للمؤسسات الوسائطيه، ولكن هذا العتاب كيدخل في اطار يعني دق ناقص الخطر وفي اطار اثاره المشاكل اللي عشناها اما كمحام او كفاعل حقوقي او كفاعل في الجمعيه من معاناه اجتماعيه واقتصاديه ونفسيه ديال هاد الضحايا، سواء في الملفات ديال بعض الصحفيين اللي صبحت الاحكام ديالهم احكام نهائيه، واللي الطاول البرلمان الاوروبي على هؤلاء الضحايا، او بعض الناجين من اعتداءات جنسيه واللي حاضرين هنا وعلى راسهم احد الاصدقاء ادم اللي غادي ياخذ من بعد الكلمه واللي القضاء مازال ما قالش الكلمه ديالو فيه، وكيتجرا البرلمان الاوروبي في الوقيته اللي انا غادي نذكر بواحد الملتمس ديالنا تقدمنا به، ونتمنى البرلمان الاوروبي يكون من خلال اصدقائنا الصحفيين اللي حاضرين يسمع هذه الرساله اللي غادي نوجه ليه فيما يتعلق بتفعيل اتفاقيه التعاون القضائي والقاء القبض على السيد اللي هرب
من طنجة تما راه كاين دابا فرنسا يصول ويجول وغيرها. فعلا مر التحقيق، حنا كما قالت الأستاذة ما كندخلوش وما كنتكلموش في الأمور اللي كتكون عند التحقيق، ولكن السيد قاضي التحقيق لهذا محكمة الاستئناف بطنجة يعني سال التحقيق ديالو، تابع واحد المجموعة بالاتجار في البشر ياك، ودار سقوط الدعوة العمومية لواحد من المتهمين اللي توفى، وبطبيعة الحال بناء على حدث الوفاة كتسقط الدعوة العمومية. هذا الملف هو كيدوز في محكمة الاستئناف في طنجة، والجلسة المقبلة ديالو غتكون يوم 28/3 من هذا الشهر على الساعة 9 صباحا. وأول نداء للأخوات والإخوان ممثلي وسائل الإعلام، كنجدكم باش تحضروا ودار واحد التغطية إعلامية لهذه المسألة. على كل حال ليتم لعندنا القضاء، فإذا كانت الأستاذة سلامة ما كانش شاطرة الرأي تهضر التخصص، أنا كنقول الشجاعة، خصنا عندنا الشجاعة القضائية ونفعلوا هذه الاتفاقية ديال التعاون القضائي فيما يتعلق جاك بوتي، ويتم الاستماع إليه فوق التراب الفرنسي طبقا للقواعد المعمول بها، وكذلك فيما يتعلق بتحرير البرقية ديال البحث والتحري والإيقاف في حق الناس اللي هما هربانين وعايشين فرنسا. الرسالة الثانية هي عندي للنيابة العامة. النيابة العامة من المفروض، ورئاسة النيابة العامة من المفروض باش تفعل هاد الأمور، وماشي فقط في اتجاه فرنسا بل كذلك فيما تمت إثارته من تهديدات وتسويف ومقايضة اللي كيتعرضوا لها الضحايا. وهذا ماشي غير نداء ديال المجتمع المدني أو ديال الجمعية، هو مفروض بمقتضى الاتفاقيات الدولية، وكذلك المفروض بمقتضى القوانين المعمول بها. هاد الضحايا اللي كيدوروا دابا تم الفصل ديالهم من العمل، ما عندهمش فين يتعالجوا، ما عندهمش بزاف، انا جاي بزاف ديال الاشياء اللي كيكونوا تهديدات في الهواتف وما كيتفتحش فيهم الابحاث. خاص تفتح فيها الابحاث باش تحس الضحيه بانها محميه، ما تيكفيش تمشي غير دير شكايه. المساله الثالثه، هذا نداء لوزارة العدل ومن خلالها الحكومة بالتجريب، وهالضحايا ديال توفيق بوعشرين حاضرين، والضحايا ديال ويمكن نقول الأسماء لأن الأحكام أصبحت نهائية، وضحايا ديال ملفات أخرى حاضرة هنا، وتحكمات بالتعويضات. لحد الآن ما كاينش تنفيذ ديال هاد الأحكام أولا. ثانيا، هاد الناس ما كيبقاوش مقبولين يخدموا في شي مؤسسات. إذن إذا كنهضروا على دولة الحق والقانون ودولة كتعنى بحقوق الإنسان، هاد الناس هادو هاد الضحايا خصهم واحد العناية. هاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مثلا في واحد الحالة حصينا زار المتهم أكثر من 132 مرة والضحية ما وفر لها ولا طبيب. جا واحد المرة حالة يتيمة واحد طبيبة أو جوج، مع العلم أن السيدة الرئيسة تعقد معها لقاء، وكانت الرئيسة ديال الجمعية، وكان أعضاء المكتب كاملين. إذن واش هاد المطلب ما يقدرش يتحقق؟ الرسالة الأخيرة، وأنا غادي كما قال كان تخصصا نهضرو على الشجاعة، المؤسسات الوسائطية غايبة في هاد الملفات. كنحضرو اليوم على 8 مارس، عطاو بزاف ديال الورود للنساء في المحاكم، عطاو بزاف ديال الورود بزاف ديال المقاولات في غياب الحقوق التامة. وأنا تنأكد كنقول وأتحمل المسؤولية فيما أقول، جل المحاكمات ولا حتى في هذا الملف ديال طنجة ما كاينش المصاحبة الاجتماعية، كل المشتكيات في ملف جاك بوتي اليوم تفصلوا من العمل وما تلقاو ولا درهم واحد، وكان كيمكن ليهم يسكتوا على ما تعرضوا إليه من اعتداء ومن تنكيل وياخذوا الملايين ديال الدراهم، ولكن تشجعنا وقالوا الكلام. اليوم البرلمان اذا كان غايب بزاف ديال الحوايج غايب في هذه النقطه اساسا، في واحد النقطه ديال القانون ديال التجاره بالبشر اللي صوت عليها وما دارلهاش الاليات ديال المواكبه والمصاحبه. الملف ديال جاك بوتي غايدوز يوم 28/3. كنتمنى هذه الرسائل الثلاثه اللي توجهوا للقضاء باش تحلها بالشجاعه،
وكان وجه رساله مباشره للمفتش العام لوزاره العدل، ملف اسفي كنا حاضرين كاملين تصدمنا. كيف طفل قاصر يتعرض للاغتصاب وتنوض النيابه العامه وتلتمسلو البراءه يا عباد الله، ويقول لك كما قالت الاستاذه سلامه ما كاينش العواطف. كتعرفوا في الجرائم ديال الاعتداءات الجنسيه في عين الاجرام وفي السياسه الجنائيه وفي التقديرات ديال القاضي دائما اما المراه يعوزها الاثبات او الناجي من مخالب المفترس في حق الطفل او حق اي واحد عنده اختيارات معينه في الحياه ديالو كتتم في اماكن مظلمه. فاذا كانت النساء نضلات الحركه النسائيه على القانون ديال العنف وكذا والاثبات الى اخره فما يمكنش هذا الملف هذا ندوزوه. وهذا نداء مره اخرى للحكامه في الدوله باش هاد البنات وهاد الاولاد اللي هما ضحايا ديال هاد الملفات باش يكونوا محط حمايه.